بس بهاللحظة أول مرة بقول أنا عشت تروما. رغم كل الحروب اللي غطيتها وكل الخطر اللي كنت حط حالي فيه، أول مرة بنهار بهالطريقة. كتير إشياء تغيرت مع هالانفجار، أنا ما بقى أنا، وما بقى في شيء له معنى أصلاً. يعني صار اللي له معنى هو شوف اللي حوالي الناس طيبين بصحة منيحة ومش عايزين شيء. هي وجه من الوجوه الجميلة في الفضاء العربي، نالت شهرة واسعة من خلال عملها الإعلامي، خاصة في قناة العربية الإخبارية التي أصبحت مديرة لمكتبها في لندن. ترى من هي ريما مكتبي؟ حسناً سأحكي لكم حكايتها. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. ولدت ريما مكتبي في يوم الرابع من يوليو عام 1977 للميلاد في بيروت. فقدت والدها في المواجهات الأهلية وكان عمرها في ذلك الوقت 3 سنوات فقط. أنهت ريما دراستها الثانوية وكانت تستعد لدخول الجامعة لدراسة الهندسة، وهنا حصل المنعطف والمفاجأة. دخلت معترك الإعلام في تلفزيون المستقبل اللبناني بعد أن تخلت عن الهندسة ودخلت الجامعة اللبنانية الأمريكية، حيث حصلت على دبلوم في الصحافة وماجستير في العلاقات الدولية. بدأت ريما مكتبي مهنتها في الإعلام في سن 18 عاما قبل مرحلة التعليم الجامعي، وأمضت 5 أعوام في تقديم البرامج الفنية والترفيهية، لكنها لم تحقق ذاتها في تلك المجالات. عملت ريما كمذيعة في تلفزيون المستقبل عام 1996 بتقديم حالة الطقس لمدة 10 سنوات كاملة. بعدها توالت البرامج عليها فقدمت برنامج تليفن وعالم الصباح والليل المفتوح وبرنامج المسابقات شوفة وخدة وتغطية مهرجان هلا فبراير في الكويت. انتقلت ريما مكتبي بعد ذلك إلى الصحافة المكتوبة كي تعمل في قسم التحقيقات في صحيفة النهار في بيروت عام 2002. عملت في قناة العربية الإخبارية كمذيعة للأخبار من عام 2005 إلى عام 2010. بعدها أعلنت انضمامها إلى شبكة CNN في 5 أبريل/نيسان من عام 2010 كي تقدم بعد ذلك البرنامج الشهير داخل منطقة الشرق الأوسط. وبعد مرور 2 كاملين عادت مرة أخرى إلى قناة العربية. في شهر ديسمبر من عام 2016 تزوجت ريما مكتبي من الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد الذي كان يكبرها ب 21 عاما، وهو المدير السابق لقناة العربية الإخبارية ورئيس التحرير الأسبق لصحيفة الشرق الأوسط. ولأن دوام الحال من المحال، أصيبت ريما مكتبي بمرض السرطان وخضعت لجراحة خطيرة لاستئصال الورم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهنا عانت ريما من تداعيات العملية الجراحية لأشهر عدة، فقد فقدت خلالها صوتها وشعرت بآلام شديدة. كانت تعاني من السعال كلما حاولت التلفظ بكلمة واحدة، لكنها نجحت في التغلب بعد ذلك على المرض الذي استمر لمدة 1.5 عام، وعادت لنشاطها الإعلامي من جديد. خرجت ريما مكتبي على وسائل الإعلام في حديث مؤثر للغاية، روت فيه تجربتها مع المرض والصعاب التي واجهتها في حياتها، بداية من فقدانها لوالدها وهي لا تزال طفلة صغيرة وحتى تلك اللحظة. هل سمعتم يوماً عن ريما مكتبي؟ يقال بأن الحياة كالبيانو تماماً، أصابع بيضاء تمثل السعادة وأصابع سوداء تمثل الحزن. تأكدوا أن تعزفوا بالاثنتين معاً كي تعطي الحياة لحناً مميزاً.